مرحبا، بكرة عيد الأخطاص، يعني ذكرى معمودية يسوع المسيح بنهر الأردن على إيد مار يوحنا المعمدان. هالعيد عنده أبعاد تراثية خاصة بمسيحية الشرق الأدنى. يسمى عيد الأخطاص، ترتبط التسمية بالمعمودية، يسمى عيد الظهور الإلهي لأن هون بوضوح ظهرت الطبيعة الإلهية والثالوث للعالم بحسب المعتقد المسيحي، يسمى عيد الدنح من السرياني يعني الظهور، يسمى كمان عيد الدايم دايم. في 5 عادات وتقاليد بترتبط فيه. العادة الأولى هي صناعة خمير جديدة ليلة الأخطاص، ليلة الدايم دايم. تنعمل من عجينة معمولة فقط من طحين وماء. تنحط بكيس قماش بينحط بقلبها نقود وبينرسم عليها إشارة الصليب، تتعلق على شجرة برا لأنه بحسب المعتقد الشعبي يسوع المسيح بيزور الأرض منتصف ليلة دايم دايم وبيباركها، بس في شرط، ما بتتعلق العجينة لا على شجرة تين لأنه لعنها يسوع المسيح، ولا على شجرة توت لأنه تعتبر متمردة شايفة حالها. هيدي العجينة بتتخمر لحالها بالليل بحسب المعتقد لأنه زار يسوع المسيح الأرض، ومنها كل الخميرة خلال السنة اللي بينخبز منها بتتاخد منها. العادة الثانية هي تبريك المياه، بنحط أو قنينة مي برا كمان ليباركها يسوع المسيح اللي بيجي بمنتصف الليل، أو بيروحوا على الكنيسة بياخدوا معهم المياه وهنيك بيتم تبريكها، أو هالمي بترجع على البيوت وقت الكهنة بيباركوا المي بالكنيسة وبيرشوا هالمي المباركة بالبيوت، وهيدا النهار تنشال زينة الميلاد. زينة الميلاد بتنحط تقليديا عيد البربارة وبتنشال على عيد الأخطاص. للأسف هذا التقليد بكتير مناطق من لبنان منه محترم، ما عم يبقى مبقى الكهنة ويرشوا ماي ليباركوا البيوت. زمان كمان كانت هالماي المقدسة يباركوا فيها الحقلة ليكون في رزق وموسم مبارك. عادة الثالثة هي صناعة الحلويات. كل عيد جزء من تراثه هو تراث صناعة حلويات لمشاركة الفرحة. بس بينعمل حلويات عندها رمزية. الزلابية والمعكرون بيشبهوا أصبع مار يوحنا المعمدان اللي دل فيه على يسوع المسيح وتعمده، والعويمات اللي هي بترمز للمعمودية. تقليد المهم هو الرابع الدايم دايم، لأنه يعتقد أنه المسيح رح يزور الأرض منتصف الليل. أول شيء بتفتحوا شبابيك، بتفتحوا البواب، بيتضوى شموع، بيصلوا بمنتصف الليل، بيفتحوا الموني، خواب الموني، بيقولوا عليها الدايم دايم للدوم البركة، وبحسب المعتقد الشعبي كمان الشجر بيسجد للمسيح إلا شجرة التين وشجرة التوت، اثنيناتهم ما بيشدوا بحسب التقليد المحلي. والتقليد الخامس هو المعايدة. المعايدة في أول شيء في العدية تبع الدايم دايم، رح أقرأ لكم إياها. يلا عالدايم دايم، ما يبقى حدا نايم، عجينة تفور بلا خمير، شجر يسجد للدايم، الدايم أي يسوع المسيح، والمعايدة بتكون دايم دايم أخذت شطارتك. هيدا التقاليد والعادات هي اللي بتصنع الارتباط بين مجموعة وبين المنطقة اللي ساكنة فيها وتاريخها، فكتير مهم إنها تستمر ومن جيل لجيل ننقلها. كل سنة أنتم بخير، دايم دايم. أنا اسمي شارل حايك، تابعوني على هيريتج أند روتس.